روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. محدثكم جمال الشريف، واليوم بتشرف أكون معكم وأحكي عن موضوع قد يكون قريب على قلبي، لأنه أحب هذا العيد وأحب هذا الشعب، الشعب الصيني الذي أعطاني الكثير في حياتي وعلمني الكثير واستفدت منه الكثير خلال دراستي في الصين. سنتكلم اليوم عن موضوع مهم، يمكن لكثير من الناس اللي بيحبوا يتعلموا عن ثقافات الشعوب الأخرى اللي إحنا واجب علينا نتعلمها. ألم يخلقنا الله شعوبا وقبائل لنتعارف؟ ألم يخلقنا الله لنحب بعضنا البعض؟ نعم، اليوم سنتحدث وباللغة العربية الفصحى مع زميلين وصديقين عزيزين أتشرف بوجودهما، يتعلمان اللغة العربية وسيحدثانا أول شيء عن أنفسهم، ثم عن هذا العيد، عيد السنة القمرية أو عيد الربيع. سنتكلم عن هذه الأسماء خلال الحديث. في البداية أريد أن أرحب بضيفي الكريمين. سنبدأ بالسيدة الجميلة الحسناء. حسناء، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تشرفنا بك. وسنبدأ أيضا بكاظم. كاظم، أهلا وسهلا يا كاظم. أهلا وسهلا، شرفتنا في كنار تي في. شكرا، أتشرف. سنبدأ بكاظم ليعرفنا بنفسه. تفضل يا كاظم، عرفنا من أنت، من أي مدينة في الصين، ولو تحدثنا قليلا لماذا بدأت باللغة العربية؟ نعم تماما، اسمي كاظم وأدرس اللغة العربية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ودرستها لمدة 3 سنوات ونصف سنة. وجئت من جنوب شرقي الصين، من مقاطعة زيجيانغ. وفي البداية أحب اللغة، أحب تعلم اللغة الأجنبية الجديدة، فاخترت جامعة الدراسات الأجنبية ببكين كجامعة لأنها أفضل جامعة في الصين لتعليم وتعلم اللغات الأجنبية. وثم وجدت أن العلاقة بين الصين والدول العربية سوف تصبح أفضل فأفضل، لأننا نشارك في المبادرات المتشابهة، مثل مبادرة الحزام والطريق، ومثلا رؤية عام 2030. فيمكننا أن نستثمر في دول العربية، ويمكن أن تقوم الدول العربية بالتجارة والسياحة والمجالات الأخرى مع الصين. فاخترت اللغة العربية، ووجدت أنها ساهرة وجميلة، وسوف أستمر في دراستها في مرحلة الماجستير. وشكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق. معنا صديقتنا ميساء تقول أنك تتحدث اللغة العربية أفضل منها أو أحسن منها، فهذا شيء جيد، يعني أنك تتحدث اللغة. مساء الخير أسماء، أهلا وسهلا بك. الآن سننتقل إلى حسناء، لو تكلمنا بعض الشيء عن نفسها ولماذا تعلمت اللغة العربية. نعم، أهلا وسهلا، واسمي حسناء، ودرس اللغة العربية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين،
كاظم وأنا نحن زميلان في نفس الفصل بكلية العربية. قبل بالنسبة لي، لماذا أختار اللغة العربية بالنسبة لي بعد دخولي إلى الجامعة؟ قد عرفت أن اللغة العربية هي من أصعب اللغات في العالم، ولها أهمية كبيرة، وخاصة لها لغات العمل للأمم المتحدة. وكما قال قازم قبل قليل في مبادرة الحزام الطريق، قد توثق العلاقات بين الصين والدول العربية، فأرى أن هناك ضرورية بالنسبة إلى الطلب الصينية لإيجاد هذه اللغة لتقديم مساهماتنا في هذه العلاقات بين الشعوب الصينية والعربية وهكذا. وشكرا لكم. أنا معكم، أعتذر. إذا يوجد سؤال، هل وجدتم، السؤال الأول يا أسماء، هل وجدتم أن اللغة العربية صعبة؟ نعم صعب، ولكن الآن بعد 3 سنوات دراسات قد أصبح الوضع أحسن فأحسن، وقد أجدنا بعض الوسائل أو الأساليب تناسب لدراسة هذه اللغة. نعم ماذا عنك يا كاظم؟ هل وجدت اللغة العربية صعبة؟ نعم وجدتها صعبة إلى حد ما في البداية طبعا، ولكن بعد تعرفي على الثقافة العربية وبعد تعرفي على الأصدقاء العرب، فوجدت أن اللغة العربية مفيدة، أنا سوف أحسن استخدامها التعرف على المزيد من الأصدقاء العرب، وأتواصل معهم للتعرف على العالم العربي بشكل حقيقي، وهذا جميل وهذا جيد مفيد جدا، ويشجعني على إتقان اللغة العربية، وسوف أحاول التغلب على الصعوبات. نعم الصعوبات لا نعم. بأس، نعم لا بأس. حسناء، حدثيني عن اسمك، من أين جاء الاسم؟ أنت حسناء المظهر، وأرجو أن تكوني حسناء الخلق، تفضلي. في الحقيقة اختارت أستاذتنا الصينية الاسم العربي لنا عندما نحن نبدأ الدراسة هذه اللغة، ولكن اسمي حسناء يعني الفتاة الجميلة، وهناك حرف صيني في اسمي الصيني ألا وهي مائي، هي نفس المعنى جميل، كهذه الاسم، فهذا الاسم يناسبني، وأتمنى أن يناسبني هذا الاسم في الجمال هكذا. أنت جميلة يا حسنة، أنت جميلة. نعم كاظم، تماما. يوجد مثل عربي يقول لكل شخص من اسمه نصيب، نعم وأخذت هذا النصيب يا حسناء. كاظم بلغنا عن اسمك، لماذا اخترت هذا الاسم؟ نعم اسمي كاظم، وأنا مثل حسناء، اختارت أستاذتي هذا الاسم لي
في بداية المرحلة الجامعية، وقالت أستاذة إن هذا الاسم هو المغني العراقي المشهور، نعم، كاظم ساهر. وفي تلك اللحظة كنت لا أعرف كاظم ساهر، ولا أعرف اللغة العربية، حتى ولا أعرف طبعا الأغنيات أغنياته وكلماتها. ولكن بعد استطعت البحوث عن المعلومات العربية، فبحثت عن المعلومات لكاظم ساهر، ووجدت أن كاظم ساهر مغني عراقي مشهور، وكلماته جميلة جدا. وطبعا بعد التعرف على ذلك عرفت أن كلماته دائما، يعني معظم كلماته جاءت من قصائد الشاعر السوري المشهور نزار قباني. نعم، ونزار قباني كلمات قصائده تركز على الحب، فدائما ما تعبر أغنيات كاظم ساهر عن الحب أيضا، وهذا جميل. نعم، وبعد التعرف على ذلك فاستمعت إلى أغنيات كاظم ساهر دائما. نعم. هل لك تقول لك أسماء، هل لك أن تغني شيئا لكاظم الساهر؟ هل تستطيع أن تغني؟ نعم نعم قليلا. فمثلا عرفت أن هناك أغنيات مثل أحبيني بلا عقد، وأجلس في المقهى منتظرا، وسلام عليك السلام عليك على رافديك، فمثل هذه الأغنية. هل تعرف أن تغني؟ هل تستطيع الغناء؟ نعم نعم نعم. أوكي أوكي سوف أغني. أجلس في المقهى منتظرا. نعم. أجلس في المقهى منتظرا أن تأتي سيدتي الحلوة، أجلس في المقهى منتظرا أن تأتي سيدتي الحلوة، مثل هذا. الله، رائع رائع. أسماء، هل تستطيعين الغناء؟ ربما لبيروت من فيروس. أجمل ما تغني لماجدة، تفضلي. قليل قليل قليل، تفضلي. لبيروت من قلبي السلام، لبيروت لقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بهار قديم. كهذا. جميل جميل، ممتازة، أبدعتي يا حسناء. جميل جدا 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 ورائع، يعني كنتم رائعين في الغناء. هل تعمقتم في الأدب العربي؟ هل قرأتم شيئا من القصص العربية؟ نعم. حسناء. في السنة القادمة قد قرأت الأيام بقلم حسين. نعم، وقرأت عمار يعقوبيان بقلم علاء أسوان، علاء أسواني. أما الشعر فمعظم الأشعار التي قرأتها هي من بقلم أدونيس ودرويش من فلسطين، هكذا. كاظم. نعم، قرأت الثلاثية بقلم نجيب محفوظ. ثلاثية تعني بين القصرين، قصر الشوق قصر السكر. وأيضا قرأت أولاد حارتنا بقلم نجيب محفوظ أيضا. نعم. وأما بالنسبة إلى
الشعراء، فقرأت القصائد بقلم درويش أيضا. نعم درويش، وهو شاعر عظيم لفلسطين، وتعبر قصائده عن حبه لفلسطين. نعم. هل تحفظ شيئا لدرويش يا كاظم؟ نعم نعم قليلا. نعم أسمين، فنحن بين يديك. نعم شكرا. ولديه قصيدة اسمها أنا من هناك. صحيح. نعم، ولأنشد هذه القصيدة. أنا من هناك ولي ذكريات، ولدت كما تولد الناس لي والدة، وبيت كثير النوافذ لي إخوة أصدقاء، وسجن بنافذة باردة. شكرا. هكذا. الله الله، ماذا عنك؟ أنت أبدعت. محمود درويش ويعني أحبه الكثير ويحبه الكثير رحمه الله. ماذا عنك يا حسناء؟ هل تحفظي بعض الشعر العربي؟ ربما أحد البيوت من بقلم امرؤ القيس. امرؤ القيس، واو. المعلقات أشهر المعلقات، ونحن طلبة ثانوية قد درسنا قليل. نعم تفضلي. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، بسقف اللوى بين الدخول حوملي كهذا. ممتاز. رائع رائع. طبعا كاظم لك سؤال من أسماء، تقول هل تعرف أن نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل للآداب؟ وهل تعرف قصة أولاد حارتنا؟ نعم نعم أعرف أنه حصل على جائزة نوبل للأدب بفضل الثلاثية، هذا الكتاب. نعم. أما بالنسبة إلى أولاد حارتنا، قرأته بنسخة الصينية طبعا، عفوا لم أقرأ النسخة العربية. يتناول هذا الكتاب الموضوع الديني. نعم. وفي تلك اللحظة كنت لا أعرف هذه الخلافات أو هذا الموضوع تماما، وبحثت عن الرسائل الأكاديمية لتعميق فهمي. فقط للتوضيح، هناك عدد كبير من الكتب باللغة العربية التي قام الصينيون بترجمتها للغة الصينية، وتباع وتقرأ من كثير من الصينيين في الأرض الصينية، وعليه يعني هذا لمعرفة أكثر عن الثقافة واللغة العربية. طبعا نشكرهم على ذلك الأمر، ونشكر طلبة اللي بدرسوا اللغة العربية ويقوموا بالترجمة، هذا شيء وجهد كبير، مشكورين. الآن سنبدأ بسؤال الحلقة. عيد رأس السنة، يقال أن عيد رأس السنة الصينية، عيد الربيع، عيد السنة القمرية، كيف تريد أن سموه، ولكن هو عيد يحتفل به أكثر من ثلث العالم. فهناك 16 دولة في العالم تحتفل بهذا العيد، ابتداء من دولة الصين وهي أكبر دولة في الاحتفال، إلى باقي جنوب شرق آسيا وكثير من الدول القريبة من الصين. حدثونا عن هذا العيد، ما هي أجواء العيد في الصين؟ حسناء سنبدأ بك. الأجواء دائما ما نجتمع في بلدنا في البيت، ونحن نأكل مع أهلنا العزيز، ونتحدث ونتبادل الأطراف، ونحن نشاهد حفلة عيد ربيع التي نشرتها قناة المركزية الصينية.
وهذا شيء جميل بالنسبة إلينا، ونحن في العطلة نتمتع في هذه الأجواء الجميل جميعا مع أصدقاء والأهل العزيز. وهذا بالنسبة لي هي أجمل الأوقات، وخاصة بعد دراسة في مدينة أخرى ونعود إلى بلدتي. نعم نعم كاظم، هل تريد أن تضيف شيئا؟ نعم، في الصين دائما ما يعلق الصينيون الزينة الحمراء على الجدران أو على الشوارع، لأن اللون الأحمر هو لون يعبر أو يرمز إلى البركة في الصين، فدائما ما يعلق الصينيون الزينة الحمراء في هذا العيد. وأيضا نحن بالنسبة إلينا نحن الشباب أو نحن الأطفال نأخذ النقود من الأب والأم. النقود نعم 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 هذا النقود النقود في المزروف المزاريف الحمراء أيضا. نعم نعم وطبعا نعم سعيد. سنتكلم الآن عن كل هذه التفاصيل، ولكن لنبدأ عن أهم شيء. يمكن معظم الجمهور لا يعرف أن أكثر هجرة تحصل في العالم سنويا تحصل في دولة الصين داخل الصين، فيعود عدد كبير من العاملين خارج مدنهم إلى مدنهم الأم اللي هي بيسموها خويلاوجيا أو العودة للوطن. هل عدت للوطن هذا العام؟ هل عدت إلى بلدك الأم؟ نعم قد أردت. نعم كلاكما عدتم. تفضل كاظم. تمام. طبعا عدت إلى بلدتي مقاطعة جوجيان لنحتفل العيد بعيد الربيع الصيني مع أمي مع أبي ومع الأقرباء. وفي بهذه المناسبة أسلم على الأب والأم وأعبر عن امتناني الشديد لهما، وأيضا أحاول أن أتعرف على الأحوال للأقرباء والأصدقاء. نعم ونحن كنا سعداء، كلنا سعداء. نعم هل عدت إلى بلدك الأم؟ نعم قد عدت إلى بلدتي في جنوب غربي سيني مدينة لوشان بقبضة سيتشوان. بالنسبة لي أحرص على هذه الأوقات تماما، لأنني في معظم الوقت أدرس وحدي في مدينة أخرى في بكين، وأكون بعيدة عن والدي وأهلي وأصدقائي، فهو وقت ثمين لنجتمع مرة أخرى ونشارك بعضنا البعض القصة الممتعة وكثير من الأشياء التي قد في حياتنا في المدينة الأخرى. ممتاز ممتاز. إذن هذه أول عادة من عادات الصينيين، وهي العودة للبلد الأم أو خويلاوجيا كما يقوله كما يقولها الصينيين. ولكن العادة الثانية وهي من العادات المشهورة أيضا نيان فان أو نيان فان. نعم. نعم. اللي هو العشاء عشاء رأس السنة. حدثونا عن هذا العشاء، ما هي الأطباق التي تضعوها على المائدة ولماذا؟ سأبدأ بكاظم. نعم
في تلك ليلتي، نعم ليلة يعني قبل رأس السنة الجديدة الصينية، عدت أو عدنا إلى بيتي إلى بيت جدي جدتي، نعم، ونحن نحتفل بهذا العيد ونأكل كثيرا من الأسماك وجمبري جمبري أسماك وجمبري، نعم نعم، لأنني أعيش بجانب البحر، ومقاطعة جيجيان هي مقاطعة ساحلية، فمن السهل أن نأخذ الأسماك، وفي تلك الليلة نأكل الأسماك ونعد الأطباق يعني بطرق متعددة. السمك له معنى أيضا في الصين. نعم. معناها السعادة أو الـ happiness، yes؟ نعم نعم نعم. نعم. شكرا. ماذا غير الأسماك؟ غير الأسماك هناك أيضا الأطباق المحلية المتميزة، فمثلا أنا من مقاطعة جيجيان، ومقاطعة جيجيان مشهورة بالحلويات، الحلويات الأنيقة دقيقة، نعم، وكل هذه الحلويات حلوة حلوة ولذيذة، وهذه الحلوة يعني الحلاوة ترمز أيضا إلى السعادة، إلى حلوة الحياة في رأس السنة الجديدة في عيد ربيع، نعم. ماذا عنك يا حسناء؟ في بلدي إنما نأكل اللحم، اللحم مدخن، نعم، واسمه الصيني لعجو، و لأن كثير من العائلات في بلدتي تعود على تدخين بعض اللحوم في البيت مستعدة للاحتفال بعيد الربيع، و هو أكل شهية، نعم، وكذلك في بيتي نصنع نوع من الخبز الصيني التقليدي واسمه جاوزي، ونضع اللحم المسحوق داخل جاوزي، أحياناً نضع العملة النقدية فيها، ومن يأكل الجوز الذي يتضمن هذه العملة فله حظ أكبر، نعم. طبعاً لمن لا يعرف، حسناء من مقاطعة سيتشوان، وهذه المقاطعة مشهورة بشيئين، الشيء الأول هو باندا. الباندا، لأن كل الباندا الموجودة في العالم أصلها من سيتشوان، والشيء الثاني هو الأكل الحار، فأهل سيتشوان معروفين أنهم يخافون أن لا يكون الأكل حارا، وليس أن يكون الأكل أن لا يكون الأكل حارا، فإذا لم يكن الأكل حارا هذا ليس أكل سيتشوان، وعليه معظم بنات سيتشوان وأهل سيتشوان جلدهم يعتبر من أرطب جلد، وعليه يقال أن بنات سيتشوان من أجمل البنات في الصين، لا أعرف هل هذا صحيح أم لا يا حسناء. شكرا. وتقصد رطب قليلا، وخاصة مقارنة بالمنطقة الشمالية في الصين، فأرى أن أهل سيتشوان دائما ما يأكل المأكولات الحارة لنبذ الرطوبة داخل الجسم، نعم.
أيضا سأتحدث بعض الشيء عن موضوع الجوز، لأنك تكلمت عن الجوز وهذه أكلة مشهورة في الصين، ولكنها أيضا مشهورة في عدد كبير من دول العالم ومنها روسيا والدول الباردة بشكل عام، ولكنها تعمل في الدول العربية، يسموها ششبرك لأهل فلسطين، تسمى أيضا بأسماء أخرى في بعض الدول. هي عبارة عن قطعة من العجين صغيرة جدا بحجم الدائرة، يوضع في الوسط اللحم أو خضار أو أي شيء، وتغلق على شكل نصف هلال وتطبخ أو تقلى أو تطبخ بالفرن كما تحبون، ولكن هذا هو الجوز وهذا التقليد في الصين عند رأس السنة، فهذا شيء مهم جدا نتكلم عنه. أنا أريد أن أعرف، هل ذهبتم إلى أحد الدول العربية؟ هل زرتم الدول العربية؟ هل زرت الدول العربية كاظم؟ نعم، زرت دولتين وهما فلسطين ومصر في عام 2019. وفي فلسطين زرت القدس وبيت لحم، وزرت تمتعت بجمال مثلا قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وفي بيت لحم زرت مسيحة القيامة، كنيسة القيامة، نعم. وفي مصر زرت الأهرامات، وكنت أسكن بجانب نهر النيل، وأيضا زرت ميدان تحرير والمتحف الوطني المصري، نعم. وبعد زيارة هاتين الدولتين هذا يزيدني معرفة بالأصدقاء العرب، نعم. حسناء، هل زرت أحد الدول العربية سابقا؟ للأسف لم أزر الدول العربية حتى الآن، ولكن أمل أن أزور المغرب في السنة القادمة، نعم. وأرى أن هناك كثير من المباني الزرقاء والمغرب وكازابلانكا تعد بيت الأبيض، نعم، والبحر كلها، ونتمنى أن أراها بعين العين. وأنا هوية للتصوير، وأتمنى أن أخذ بعض الصور الجميلة هناك، نعم إن شاء الله. حدثاني عن المظروف الأحمر أو المغلف الأحمر، خمباو كما تقولون في الصينية، كون شفاساي خمباو نالاي، نعم. أوكي، حدثوني عن هذا المظروف، ما هي قصته؟ ما الذي، لماذا تستخدمونه في العيد والمناسبات؟ نعم. تفضل كاظم. نعم. بحثت عن المعلومات، وكما عرفت هناك أشباح في قديم زمان، يعني يأتي الأشباح في عيد الربيع في قديم زمان، وقدم الأب والأم هذه النقود للأطفال، ويعني يعلمهم لتقديم هذه النقود للأشباح. يعني هذا، ومن ثم بعد أخذ النقود سوف تخرج الأشباح يعني من البيت، نعم. وهذا يعني طريقة لطرد الأشباح. هل حصلت على مغلف أحمر يا حسناء؟ نعم، ولكن مع تقدم
تقدم بعد التقدم السن قد أصبح النقود أقل مما كان حصلت في في طفولتي. طبعا لجميع المشاهدين فقط للمعرفة، هذا المغلف يوضع فيه مبلغ من النقود، قد يوضع فيه 50 يوانا، 100 يوان أو أكثر، قد يوضع فيه 800 يوان، خاصة إذا كنت تقدمها لشخص يحبه جدا، فرقم 8 يحبه الصينيين، يا رقم 8. وعادة يعطى هذا للأطفال عندما يأتوا للمعايدة على كبار السن، يعطى للأطفال كهدية، هدية العيد أو العيدية كما يقال. ويعطى أيضا من الابن لأبويه، خاصة إذا كان يعمل ولديه مبلغ من النقود، فيعطيهم مبلغا في رأس السنة كمعايدة. أيضا تشبه المعايدة التي في بلادنا، ولكنها توضع في مغلف أحمر ويكون مكتوب عليه بعض الكلمات. هذا المغلف لعمره الآن 28 عاما يا جماعة، لدي منذ 28 عاما. سؤالي الذي يليه هو، هل تزور القبور حسناء، هل تزور القبور في ثاني يوم أو ثالث يوم عيد رأس السنة؟ هل تعرفي زيارة القبور؟ في هذه السنة بسبب تأثيرات الوباء، فنحن لم نعد إلى القبور لأسلم عليه. لكن في الماضي كنا نذهب إلى القبور لتسليم ولطلب العلامة الجيد التي ترمز إلى السعادة والبركة مع كل العائلة، ونأخذ الصورة العائلة أمام القبور. نعم، هذا. ماذا عنك يا كاظم؟ هل زرت القبور؟ في أنا أيضا في هذه السنة لم أزور القبور لأن الوباء. نعم، لأن الوباء يدع القيود لنا. ولكن في العام الماضي كنا نزور القبور، وكنا يعني نتحدث مع عائلتي، مع الأب والأم والجدة والأجداد. نعم، وفي تلك اللحظة كنا نعبر عن كلمات ذات البركة. نعم، أو تمنيات. نعم، تمنيات. سأشاهد مع المشاهدين هذا المقطع، وأريدكم أن تحدثوني ماذا نرى. المفرقعات النارية هي جزء من احتفال الصينيين برأس السنة. حدثني يا كاظم، كيف، ماذا عملت هذا العام؟ هل قمت بإشعال المفرقعات النارية؟ نعم، هذه عادة تقليدية. فطبعا كنت أشعل الألعاب النارية، وهذه الألعاب النارية أيضا سوف يعني في القديم زمان شأنه طرد الأشباح في قديم زمان. وفي طفولتي
كنت ألعب أو أشعل الألعاب النارية مع أصدقائي، ولكن مع مرور الوقت وخاصة في عصرنا الحالي، نحن نسعى إلى حماية البيئة، ولكن الألعاب النارية تضر بالبيئة. ففي هذه الأيام انخفضت الألعاب النارية، ولكن نشعل قليلا. نعم نعم حسناء، هل أشعلت بعض الألعاب النارية؟ نعم شعلت مع جدي وأبي في بلدتي عندما بعد أكل في ليلة عيد ربيع، ونحن لم نقد نشعل الألعاب النارية للعب فقط، بل نرى هو نوع من الأمر التي يستطيع أن ترضي الشيطان وترضي الحظ السيء في السنة الجديدة. نعم نعم كاظم وحسناء، لكم سؤال من الجمهور يقول: هل لجأتم إلى تطبيقات اللغة العربية لتعلم اللغة العربية؟ هل تعلم معنا تطبيقات؟ نعم نعم نعم. هل تعلمتم من تطبيقات في اللغة العربية؟ إذا كان الجواب نعم، ما اسم التطبيق؟ نعم قد نزلت القاموس، هناك قاموس، نعم تطبيق اسمه قاموس، ويمكنني أن أبحث عن الكلمات عبر هذا التطبيق. وأيضا نزلت تطبيقات مثل بي بي سي أو الميادين أو الجزيرة الحرام، مثل هذه التطبيقات للاستماع إلى الفيديو، إلى السجلات. نعم ماذا عنك يا حسناء؟ هل استخدمت تطبيقات؟ نعم كما قال كاظم، والإضافة هناك reversal context لتحسين الترجمة وتدقيق المعنى، وكذلك هناك قاموس آخر وتطبيق اسمه معاني. نعم في الصين أرى أن كثير من الطلبة الصينية الذين يدرسون اللغة سيستخدمون هذه التطبيقات. نعم نعم السؤال الأخير سيكون عن الليلة. الليلة هي ليلة نهاية رأس السنة، للعلم معظم إخوتنا لا يعرفون أن اللغة السنة الصينية تبدأ ببداية السنة القمرية وينتهي الاحتفال بالسنة يوم 15، وهو اليوم الذي يكتمل فيه القمر، وهو ليلة هذه الليلة اللي تسمى عيد الفوانيس. لو تحدثيني نعم. يا حسناء، هل تعرفي عيد الفوانيس بالله؟ نعم قبل قليل قد أكلت تانغيون. نعم وهو من الأكل التقليدي الصيني، يجب على الناس أن يأكلون في هذا اليوم، وهو يرمز إلى الكمال. نعم نعم هكذا. سأضع صورة بانجان. أوكي حدثني يا كاظم عن ماذا قمت بأكل في نعم أكلت تانغيوان أيضا، وتانغيوان يعني نعدها بطحين ومعجون الفاصولية. نعم وتانغيوان ترمز إلى التجمع الاجتماع، نعم واللقاء بين العائلة، بين أفراد العائلة.
ماذا عن الفوانيس؟ ماذا عن طقوس الفوانيس يا كاظم؟ طقوس الفوانيس، فلدينا يعني مهرجان لفك الغاز، يعني نحن الصينيون نعلق أو نكتب الغاز على الورقة، ومن ثم نعلق هذه الأوراق بالفوانيس، ومن ثم يخرج كل الناس إلى هذا المهرجان ونحاول لفك الغاز، ومن ثم إذا فككنا الغاز ومن ثم نذهب إلى موظف المهرجان لاستلام الهدايا. نعم، لاستلام الهدايا. يذكرني هذا العيد بفوانيس رمضان. نعم نعم، إلى حد ما. ماذا عنك يا حسناء؟ بماذا تذكرك هذه الفوانيس؟ دائما نعم، كما قال كاظم، نكتب الكلمات الجميلة أو التمنيات على الورقة خارج الفوانيس، ونلقي الفوانيس إلى السماء، ونحن من الوسيلة للتعبير عن تمنياتنا الجميلة وأملنا ربما لتحقيق هذه التمنيات والآمال. نعم. سؤال من أسماء، قد يكون سؤال أخير، هل تلقيتم عروضا للعمل بترجمة الأفلام أو بالعمل في السلك الدبلوماسي؟ هل فهمتم السؤال؟ نعم نعم. كم كايش يقول زورا؟ خلاص ما يقول زورا. لم في الحقيقة أنا أعمل كمتدرب في دار نشر، دار إنتركونتيننتال لنشر الصينية، وأكتب المقالات لتقديم الكتب العربية للقراء الصينيين، وأحاول يعني تقديم المعلومات الحقيقية للعالم العربي، ولجذب أنظار الصينيين للتعرف على الثقافة العربية. أما بالنسبة إلى ترجمة الأفلام وسلك الدبلوماسي، لم أترجم الأفلام بعد، وفي الحقيقة في المستقبل سوف أنتقل إلى مرحلة الماجستير، وسوف أستمر في دراسة اللغة العربية، ولذا فلا أختار العمل في سلك الدبلوماسي. نعم، شكرا. ماذا عنك يا أسماء؟ أرى أن مستوى اللغوي محدود جداً، ربما لم أستطع أن تقوم بترجمة بصورة جيدة حتى بعد، ولكن أتمنى أن أقوم بها في المستقبل القريب. ولكن لدى زملائنا مجموعة صغيرة لترجمة الفيديو الصغير من يوتيوب، وأن نقوم بترجمة بعض فيديو الموسيقى وفلوغ العربي، نعم، التي قد نزلنا من موقع يوتيوب وقد نشرنا في موقع الصينية، و نتمنى أن نشارك مع جميع الصينيين لمساعدتهم على معرفة مزيد من الثقافة العربية. هكذا.
في نهاية هذا اللقاء أريد أن أشكركما شكرا جزيلا. أسماء تقول أنتما رائعين، أهنئكما على الجهود التي بذلتموها لتعلم اللغة العربية، وأنا أيضا أشكركم جزيل الشكر، كل التوفيق لكم بما قمتم به، كنتم رائعين. فقط جمهورنا العزيز أريد أن أبلغكم أن الأسئلة التي سمعتموها لم تكن محضرة وكانت ارتجالية، وكلاهما أجاب خير إجابة عن هذه الأسئلة. قلت لهم أن الموضوع سيكون عن شيء العيد رأس السنة الصينية، وهذا شيء رائع صراحة. أنتم رائعين. كاظم، حسناء، سأعطيكم آخر دقيقة إذا أردتم قول أي شيء. كاظم سأبدأ بك. نعم، شكرا جزيلا، وأنا أتشرف بالمشاركة في هذه المسابقة، هذه المناقشة، وأيضا مرحبا بكم إلى الصين، إلى بلدتي مقاطعة جوجيان، وفي المستقبل سوف أحاول زيارة المزيد من الدول العربية، وسوف أتعرف على المزيد من الأصدقاء العربي. انتظروني سوف أزوركم. نعم شكرا. أهلا وسهلا حسناء. أولا شكرا للدكتور العزيز جمال، وشكرا لقازم، وأتمنى أن أزور الدول العربية بأم عين في المستقبل القريب، وأرحب كل عربي بزيارة الصين أيضا، وسأنتظركم في بلد لوشان في مقاطعة سيشوان، وسنحضنكم بخالص المودة والمحبة والصداقة نعم الجميلة، وشكرا لكم. نعم مرة ثانية أشكر لكما حسن الاستماع وحسن الحديث وحسن الإجابة، كنتما أكثر من رائعين. حسناء كنت حسناء فعلا، ونسميك حسناء الصين. أما كاظم فقد أنشدتنا وأسمعتنا وكنت كاظمنا اليوم، فشكرا لكما، شكرا لجمهورنا العزيز الذي كان معنا، ونتمنى لكم جميعا كل الخير والسعادة، ونقول لإخواننا كل عام وهم بألف خير. نراكم في حلقة قادمة، تصبحون على ألف خير، سلام للجميع.